المجال ضعين، هذا القوس وهذا القوس، خطات لعبة. يجينا حددنا المايه وهنا حددنا بين باي وباي، شرطه هي نعطيها 7 سنتيم ونص اشرها، وهذه هم نصها. هنا هم الاشر 7 سنتيم ونص، وهنا 30 نصها 15 اشرها. اشرنا وصلنا هذا المي، هنا جرينا خيط وزن حتى تطلع فيه الكريستاله. لعفر الماي، اهمي الماي اشهر مقسمه، هذه همين بعد الفنان، بعد الفنانين وحده الكف باري 40. هسه هذه راح احسب المسافه مالتها واقسمها بقد تصير عندي. هاي خطوه القياس والتأشيرة مالت الثقب، وراح ان شاء الله خطوه الثقب تمام.